قال الله غفور رحيم. فيما يخص هذا العملات المشفرة أو الكريبتو موني الكريبتو أكتيف إلى آخره، فعلا في 2017 كنا خرجنا داك الكومونيكي البلاغ المشترك، شقال شقال المكتب الصرف، شقال هادو ديال لايم سي، شقلنا حنا كبنك المغرب. ولكن قلنا على انه في ذاك الوقت وقلت لكم عده مرات انا ما كانش اطار قانوني او تنظيمي لهذا النوع ديال العملات المشفره. ودابا شكون دابا شنو لين وصلنا من بعد هاد السنين هادي؟ كل شيء وصل بما يخص المجموعة ديال العشرين، وبما يخص الأمريكا نفسها، وبما يخص المنظمات الدولية، على أنه خصو يكون تأطير دولي، خصو يكون تأطير دولي لهذه العملات المشفرة، وغادي خصها تكون حتى بالنسبة للعملات الرقمية ديال البنوك المركزية. لذا حنايا هو كيف قلت لكم عملنا لجنة هنايا داخل البنك المغرب، وعملنا فيها أربعة ديال اللجينات كل وحدة مختصة في الميدان، وماشيين في إطار ديال مع الصندوق النقد الدولي والبنك الدولي معين، ولكن كل واحد في الاختصاص ديالو باش يمشيو معنا تهيئ لهذا الإطار والتجربة ديال الدول الأخرى اللي كاينة، وبالإعانة كذلك بعض البنوك المركزية اللي عندنا صلة بها، فرنسا مع سويسرا، كذلك السويد إلى آخره، اللي قاموا بهذه التجربات اللي هي فيرتويال، باش نستافدوا من التجربه ديالهم ونهيئوا انفسنا لما عسى ان نحدث فيما اتي. هو لزوما، شوف لزوما المستقبل لابد غادي يكونوا هاد لابد، ولكن راه عندها الايجابيات وعندها بطبيعه السلبيات، والسلبيات راه مهمة، لأن تمويل هذا تيروريزم وهذا الشيء ديال التبييض ديال الأموال إلى آخره، هادشي كله كيف يمكن لك تعمل لا تراسابيليتي ديال المعاملات، شكون بداها شكون كملها إلى آخره، الناس تكون على وعي على أن هادو لأن دابا اللي تيتعاملوا بهم في الإطار ديال السبيكيلاسيون، أنت تعمل لا سبيكيلاسيون صافي، معلوم أنت تشوف أما هما طلعوا ها هما حتى 60,000 دولار وكذا، ها هو هبط حتى 32,000، ها عملت الديكلاراسيون الصين، ها عملت مسك عمل الديكلاراسيون ديالو، ها هو اثر على يمكن تعملها. معلوم كان اللي قلت انتم كسبتيو ولا في الحقيقه من. ولكن في الخارج معلوم الغرب يمكن يمشي للبلاتفورم اللي بغاو يبيع البيتكوين ولا يشري البيتكوين ولا ماشي لا لاخر لا تاب ولا اللي بغيتي، معلوم يمكن له يعملها، ولكن غادي يعملها على حسابه الخاص. واما الى جينا نقوموا حنايا بالتاطير ديالها كبنك مركزي او كسلطات عموميه، لان هذا ماشي عمل ديال البنك المركزي بوحدو، كسلطات عموميه لن تاطرها باش تشوف ما لك وما عليك، تبدا تشوف ما لك وما عليك، وداك الساعات غادي تكون عندها لو بوفوار ليبراتوار دون موني ليغال. اما تجي غير هكذاك يلاه نقز وزيد وزيد كي زيد، لا ما حنا ماشي ضد لينوفاسيون، بالعكس حنا داخلين ولا القطاع المالي بصفه عامه ماشي في هذا الاطار ديال لينوفاسيون، بالعكس هو سباق فيه. آه دابا الان ما بقاوش دابا حتى ملي نجيو نبيو مع البنوك لا فتح شنو يقولوا له شي فرع ما بقاش تفتح فرع، تقول لك اسيدي بهذا الشيء غير بالموبايل ديالك دخل الحساب ديالك وشوف اللي عطيني نزلتي واللي عطيتي ونعطيك ريلوفي والاوبيراسيون ولا بغيتي نخلص لك الفاكتور تخلص، مش هذا الشيء تنزلنا لاشياء اخرى، هذا الشيء لابد غادي يجي، ولكن لزوما خصو يتأطر. وانا قلت لك حتى كل شيء مشى بهاد بصفة انتقالية لهاد المرحلة اللي مشينا فيها، بدينا تنقولوا عندك هادشي راه خطر على 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 المستهلك أو اللي غادي يستعمل هادشي بلا ما يكون واعي، وبشوية بشوية وصلنا كل شيء وصل على أنه خص يكون هناك تخطيط قانوني وتنظيمي
على الصعيد الدولي بطبيعة الحال ما تقول الصعيد الدولي حتى الصعيد الوطني خصو يكون بالنسبة للإطار لا العملات المشفرة ولكن كذلك العملات الرقمية ديال البنوك المركزية لزوما هادشي ماشيين فيه حنا اللي باغيين ما نكونوش متأخرين لذا كنا سباقين باش يكون هذا العمل الداخلي والتأطير ديالو من جميع الجوانب والاطلاع على انه تكون عندنا مساعدة تقنية ديال البنك الدولي والصندوق النقد الدولي من جهة ولكن كذلك التجربة ديال البنوك المركزية اللي سبقت في هذا الميدان هذا لان كاين اللي بدا تقول لك لا مش يعمل لبيمون دو غرو غير في الاطار اللي هو مالي ما بين مؤسسات مالية كان اللي تقول لك لا خصنا نمشيو للديتاي بين البريفي شي خصو كيف تقولوا 100 تخميمه وتخميمه ولا ضربه بالمقص هي هذه احنا في 100 تخميمه تخميمه متفقين يلا سيدي يلا لا غوش تقول سو 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 تري رابيد عرفتي شنو نعملوا Pardon, la question a été posée sur les cryptos, juste en français, brièvement, et nous dire, avec le travail qui est fait, que vous faites pour réfléchir à un cadre juridique, où est-ce qu'il en est? Il en est où? Est-ce qu'il est au début? Est-ce que c'est les balbutiements? Est-ce qu'il est avancé? Non, c'est pas les balbutiements, c'est le début, mais c'est pas les balbutiements. Donc c'est plus. J'ai présidé moi-même. Moi-même, je préside ce comité-là en personne. Nous avons tenu 4 réunions où les différents sous-comités présentent le travaux. Ils entament maintenant le processus de discussion avec l'assistance technique du Fonds monétaire et de la Banque mondiale. Non, on est en train de bien avancer. Ça, Allah aide. Pas le financement innovant. Et aussi.